السلام عليكم شبيبة زينة، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وإن شاء الله كامل تكونوا على خير. اليوم رايحين ندخلوا جزء رقم 9 من سلسلة الشاملة في مادة الهندسة الكهربائية. وفي هذا الجزء وش رايحين ندرسوا؟ رايحين ندرسوا المؤجلة التماثلية باستخدام خلية RC إنجاز مقارن تماثلي، كذلك سوف ندرس مقحل موسفات كان الآن، وكذلك مضخم سيم بي، وفي الأخير مقحل دا لينتون. وتحت شعار الهندسة الكهربائية ستصبح أبسط من بساطة بسيط. تلاميذي الأعزاء، إذا كانت هذه أول زيارة لكم، نتمنى منكم تفرجوا كل الأجزاء السابقة باش تتمكنوا من مادة الهندسة الكهربائية، والعلامة فوق 18 للجميع إن شاء الله. فاصل ثم نواصل. تلاميذي الأعزاء، قبل ما نبدأ في الحصة رقم 9، اللي يحب يحمل الموضوع ولا إجابة نموذجية ولا تطبيق جي 2020 يضغط على عنوان الفيديو، يخرج له صندوق الوصف يلقى روابط كامل. هيا تلاميذي الأعزاء نبدأ بسؤال رقم 83. كيف يسمى طابق واحد وما دوره؟ نكتب مع بعض تسمية طابق واحد. بما أن الطابق الواحد هذا يحتوي على مكثفة سي واحد ويحتوي على مراحل كهرومغناطيسي، وش معناتها مراحل كهرومغناطيسي؟ هو تركيبة وشعة وملمس. إذا في هذه الحالة وش نقولوا على هذا التركيب؟ وظيفته التأجيل باستخدام خلية RC، بالضبط باستخدام المقارن التماثلي. نكتب مع بعض، إذا مؤجلة تماثلية باستخدام الخلية RC باستخدام مضخم يعمل عمل مقارن. روحوا لي بعدها، ما هو دور هذا الطابق؟ بما أنه اسمه طابق التأجيل، إذا وش وظيفته؟ التأجيل. وهنا يا جماعة وش هو التأجيل؟ هو الحصول على زمن تأجيل المنبه الصوتي. كما كنت تلاحظوا هذه المؤجلة باش مربوطة بالمنبه الصوتي، كما كنت تشوف هذا منبه صوتي، وهذا كامل نسميه مضخم صنف بي. إذا وش هو التأجيل؟ هو حصول على زمن تأجيل للمنبه الصوتي. سؤال 84، اكتب العبارة الحرفية لزمن تأجيل تي لهذا الطابق. إذا نجيبوا هذا التركيب يا جماعة. إذا وش يساوي زمن تأجيل؟ عنده قانون بسيط جدا. وش هو هذا القانون؟ نكتبه مع بعض. كتابة العبارة الحرفية لزمن تأجيل تي. إذا زمن تأجيل ماذا يساوي؟ يساوي مقام المكافأة أثناء الشحن فقط. الكل في ماذا؟ الكل في سعة المكثفة المسؤولة عن الشحن والتفريغ. الكل في ماذا؟ الكل في آلان. أتونسيو يا جماعة، تقولي آلان 2 وآلان 3، هذا التركيب ما عندوش علاقة بآلان 2 وآلان 3، هذا لازم ديما تحسب له آلان. إذا وش يساوي؟ يساوي آلان توتر التغذية اللي يغذي لهذا التركيب. الكل على ماذا؟ الكل على توتر التغذية ناقص توتر المكثفة الذي يحدث التبديل. وتوتر المكثفة نجمع لو كان نحسبه نلقاه هو نفسه توتر مرجعي. إذا توتر المكثفة هو نفسه V زائد، و V زائد يساوي V ناقص بها يحدث التبديل في المقارن. إذا وش نقولوا؟ توتر مرجعي هو نفسه توتر V زينر. ولا لو كان يمد لك مقاومة هنا وش تقول؟ إذا كانت هذه مقاومة مثلا يسميها لك R3، نقول هو نفسه VR3 وتحسبها بقاسم التوتر. هذا بالنسبة لكتابة عبارة حرفية لزمن تأجيل. دوك وش نديروا يا جماعة؟ أستاذ كيف نخرج مقاومة المكافأة أثناء الشحن؟ طريقة بسيطة جدا. إذا وش دير؟ اتبع مسار التيار من VCC إلى مكثفة C، أرسم خط وشوف المقاومة اللي يمر عليها الخط داخلة في الحساب، اللي ما يمرش عليها الخط ماشي داخلة في الحساب. إذا هيا نروح نطبقوا هذا القانون ونخرجوا العبارة الحرفية. إذا زمن تأجيل ماذا يساوي؟ نبدأ مع بعض. يساوي المقاومة المكافأة أثناء الشحن، كيفها أستاذ؟ نجيبوا قلم ونبداو نرسمو من VCC ونهبطو حتى نوصلو لبوس المكثفة. كما كنتم تلاحظوا مقاومة R1 و P مر عليهم الخط الأحمر، والR1 و P موصولتين على تسلسل. إذا واش نقولو في هذه الحالة؟ المقاومة المكافأة تساوي R1 زائد P. وبما أنه كاين مقاومة متغيرة، إذا هذا الطابق واش يمدلي؟ يمدلي تأجيل قابل للضبط، نقدر نزيدو فيه ونقصو فيه عن طريق تغيير في المقاومة P. الكل في ماذا؟ الكل في سعة المكثفة. واش هي سعة المكثفة؟ هي C1. الكل في C1. الكل في ماذا؟ الكل في ألان. من بعد نحوس على توتر التغذية. كما كنت تلاحظوا توتر التغذية هذا هو اللي أعطاهنا، وأعطاهنا VCC على ماذا؟ على توتر التغذية VCC الكل ناقص توتر مرجعي. توتر مرجعي كيف نرسمه؟ نجيب نقطة هذه في ناقص وابدأ أرسم 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 حتى توصل جياندي. هذا الخط مر عبر ثنائي زينر. إذا شكون يحدد لي توتر مرجعي في هذه الحالة؟ للقطب العاكس اللي هو ثنائي زينر. إذا كل ناقص ماذا؟ ناقص توتر VZ. لو كان أعطى لي مقاومة R3 هنا واش نقولوا؟ نقولوا ناقص VR3، وفي R3 نحسبها بقاسم التوتر. من بعد يا جماعه خرجنا العباره وكملنا السؤال نتاعنا. روحوا السؤال اللي بعده، سؤال 85. احسب القيمه الصغرى والقيمه العظمى لزمن التاجيل، علما ان جماعه كما قلت لكم بما انه كاين مقاومه متغيره نقدر نزيدوا ونقدر نقصوا. اكبر قيمه زمن التاجيل لما بي نعوضها باكبر قيمه، وقال القيمه زمن التاجيل لما بي نعوضها بالصفر. اذا هاي نبداو نخدموا. اذا هذا هو الطابق تاعي،
نكتب مع بعض حساب القيمة الصغرى والكبرى لزمن تأجيل تي. نبدأ بأول حاجة أليف القيمة الكبرى. أكبر قيمة للزمن تأجيل توافق أكبر قيمة للمقاومة المتغيرة. إذا نجمع واش نديرو؟ إذا تي ماكس ماذا يساوي؟ يساوي ار واحد زائد بي ماكس، لازم تكون بي في أكبر قيمة لها، الكل في سي واحد في ألان في سي سي على في سي سي ناقص في زينة. من بعد واش نديرو؟ نديرو تطبيق عددي. إذا ار واحد عطاها لي 10 كيلو أوم، سي واحد عطاها لي 100 ميكرو فاراد، ثنائي زينة عطاها لي ريفيرونس تاعو. كيف نخرجوا التوتر؟ راح نشوفوا ثلاث أرقام الأخيرة، 6 في 2 واش معناتها؟ 6.2 فولت. والمقاومة المتغيرة مجال تاعها الضبط تاعها من صفر حتى 47 كيلو أوم، يعني أكبر قيمة واش هي؟ نعوضها ب 47 كيلو اوم. من بعد واش نديرو؟ تطبيق عددي. اذا تي ماكس كي تحسبوها تلقاوها 4.14 سكوند. جماعه حاولوا تزيدوا تحسبوا بآلة حاسبة وتاكدوا من القيم نتاعو. كاينه ملاحظه اخرى، المقادير لازم تعوض بوحدات دوليه. كما هنا ار واحد عطاه لي 10 كيلو اوم، لازم نحولوها الاوم، معناتها 10 في 10 قوه 3 لانه كيلو هو مضاعف 10 قوه 3. اما المكثفه سي واحد عطاها لي 100 ميكرو فاراد، ميكرو هو جزء، والجزء نضربه في 10 قوه ناقص، والميكرو يساوي 10 قوه ناقص 6، معناتها 100 في 10 قوه ناقص 6. فيزينا عطاها لي 6.2 ما كانش مشكل. والمقاومه المتغيره عطاها لي 47 كيلو اوم، معناتها نحولوها الوحده الدوليه نضربها في 10 قوه 3. هذا بالنسبة للقيمة الكبرى. با القيمة الصغرى بنفس الطريقة، أقل قيمة لزمن تأجيل توافق أقل قيمة للمقاومة المتغيرة. إذا واش نكتبوا؟ تي مينيمو واش تساوي؟ تساوي ار واحد زائد بي مينيمو في سي واحد ألان في سي سي ألان في سي سي ناقص في زينة. ار واحد تساوي 10 كيلو أوم، سي واحد 100 ميكرو فارد نفس القيم، ثنائي زينة توتره 6.2 فولت، مي هنا المقاومة باش نعوضها؟ نعوضها بصفر كيلو أوم. إذا هاي نعوضوا. إذا واش نقولوا؟ تي مينيمو واش يساوي؟ ار واحد زائد بي مينيمو في سي واحد ألان في سي سي على في سي سي ناقص في زينر. كي نعوضوا يا جماعة تي مينيمو قداه نلقاوها؟ 0.72 ثانية. لو كان يقول لك خرج لي مجال الضبط تاع المؤجلة، إذا واش تكتب له؟ اكتب له تي ريغلاج ينتمي إلى 0.72 إلى مجال مغلق إلى 4.14 ثانية مجال مغلق، يعني تحدد له المجالات. إذا كما قلت لكم، اذا واش هو المجال الضبط تي ريغلاج؟ اذا تي ريغلاج يساوي مجال مغلق من 0.72 الى 4.14 ثانيه. هذا السؤال يا جماعه وقتها نجاوب عليه، كيقول لك اوجد مجال الضبط المؤجله. سؤال 86، اكمل جدول تشغيل الطابق واحد على وثيقه الاجابه صفحه 26. اذا اعطاني هذا الجدول واعطاني هذا التركيب نفسه وقال لكم املاوا لي هذا الجدول. طريقه بسيطه جدا، اذا نكتبه مع بعض. اكمال جدول تشغيل الطابق واحد. إذا أول حاجة جماعة، بما أنه عندي مقارنة تماثل لازم نعرف توترات الدخول. إذا هذا في ناقص، شكون يمثلو؟ يمثلو في زينر، وهذا التوتر نسميه توتر مرجعي. إذا في ناقص ديما يساوي في زينر ويساوي في زاد اللي حسبناها من قبل، معناتها هذا التوتر ما يتبدلش. إذا واش يساوي؟ يساوي 6.2 فولت، عطانا ريفيرونس تاعو قالنا 6 في 2، راكم تشفعوا عليها. إذا واش هو هذا التوتر نسميه توتر مرجعي. إذا في ناقص ديما واش يساوي؟ يساوي 6.2 فولت، هو نفسه في زينر، يعبر عليه في زينر. إذا نكتبوا في زينر يساوي 6.2 فولت، هذه أول حاجة. ثاني حاجة، توتر مكثفة عطاهنا 0 فولت، وحالة ثانية عطاهنا 12 فولت. إذا ورا توتر مكثفة شكون يعبر عليه توتر مكثفة؟ اللي هو في زائد. إذا واش راكم تلاحظوا؟ في زائد شكون يعبر عليه توتر المكثفة؟ وهذا التوتر متغير كما راكم تلاحظوا. عطاكم المرة الأولى لازم يساوي 0 فولت، ومرة ثانية يساوي 12 فولت. أما في ناقص هو توتر مرجعي اللي يساوي 6.2 فولت، يعني ما عندوش علاقة بالمكثفة. هيا يا جماعة واش نديرو؟ كيفاه نملاو جدول؟ نبداو بالحالة الأولى. الحالة الأولى كما راكم تلاحظوا 0 فولت و 6.2 فولت. هيا واش نديرو؟ نقارنو. طريقة بسيطة جدا. إذا واش نقولوا؟ في الحالة الابتدائية المكثفة قد يكون يساوي التوتر تاعها 0 فولت، من بعد نقارنو ما بين 6.2 و 0 فولت، شكون أكبر؟ راكم تلاحظوا 6.2 أكبر من 0 فولت، واش معناته؟ معناته توتر في ناقص أكبر من في زايد. كي يكون توتر في ناقص أكبر من في زايد ديما يخرج 0 فولت. إذا في صوتي ماذا يساوي؟ يساوي 0 فولت. وبما أنه في صوتي مد 0 فولت للمقحل المواصفات كان الآن، إذا المقحل هذا عطيت له 0 فولت واش حيكون مانع؟ وكي يعود مقحل المانع هذه الواشعة واش حتكون؟ تكون غير مغذاة، لأنه مقحل المانع واش يعتبر قاطعة مفتوحة يفتح دارة الواشعة، الواشعة غير مغذاة. إذا ماذا نقول؟ في صوتي يساوي 0، إذا المقحل يصبح قاطعة مفتوحة ما بين درين والسورس، ما بين المصرف والمنبع تاعو. المقحل هذا واش دار؟ فتح دارة الوشيعة، الوشيعة ما تتمغنطش. إذا هاي نكتب مع بعض. إذا شنو نقولوا؟
في حالة لما المكثفة تساوي 0 فولت، عندي في سورتي وش لقينا 0 فولت، والمقحل عطيت له 0 فولت معناتها قطعت عليه التغذية معناتها راح يكون غير ممرر، والمقحل هذا يفتح دارة الوشيعة، الوشيعة غير مغذات. هذه بالنسبة للحالة الأولى لما توتر المكثفة يساوي 0 فولت. الحالة الثانية وش قال لكم؟ لما مكثفة تشحن وتوصل 12 فولت، إذا وقتها تشحن المكثفة يا جماعة لازم حتى تغلق الآم. الآم وش وظيفته؟ إذا الآم وش وظيفته؟ إذا بشحن المكثفة، وبما أنه تركيب مؤجلة معناتها إذا بالتأجيل. جماعة ركزوا معي مليح، في حالة غلق الآم شوفوا معي مليح، كي نغلقوا الآم وش راح يصير المكثفة؟ راح تبدأ تشحن بهذا الشكل، وتبدأ المكثفة تشحن بدالة أسية 1 فولت 2 3 4 5، كي توصل 6.2 راح يصير التبديل، مين هو ما عطانا 6.2 فولت لقينا 12 فولت. إذا كي توصل المكثفة 12 فولت وش راح يصير لنا يا جماعة؟ لاحظوا باللي 12 تولي أكبر من 6.2، و12 باش مربوطة بفي زيد معناتها في زيد يصبح أكبر من في ناقص، وخصائص المقارنة التماثل كيو في زيد أكبر من في ناقص يخرج التوتر الموجب هذا 12 فولت. إذا ماذا يصبح في صار تي؟ يصبح في صار تي يساوي 12 فولت، وبما أنه في صار تي 12 فولت غذى مقحل موصفات، ومقحل موصفات عنده دارة دخول تمشي غير بالتوترات، بما أنه طبقت عليه توتر 12 فولت وش يصبح هذا مقحل موصفات؟ يصبح مشبع. وش معناتها مشبع؟ قاطعة مغلقة ما بين درين وسورس، وبما أنه هذا مقحل قاطعة مغلقة وش دار؟ أغلق دارة الوشيعة. الوشيعة وش حيصير لها يا جماعة؟ يمر عليها التيار وتمد لي حقل مغناطيسي. اذا في هذه الحاله واش نقولوا؟ هاي نبداو نكتبوا. اذا في حاله توتر المكثفه يساوي 12 فولت، اذا في صوتي يمد لي 12 فولت، المقحل يتغذى يولي ممرر، وبما انه مقحل ممرر يغلق داره الوشيعه، الوشيعه تصبح مغذات. هذا بالنسبه لسؤال 86. روحوا لسؤال رقم 87. كيف يسمى المقحل تي 2 وما هو دوره؟ لازمنا نشوفوا التركيب هذا. وسؤال 88 قال لك احسب شده التيار اي دي باخذ ار كا مقاومه داخليه للوشيعه تساوي 2 اوم، واديس اون مقاومه داخليه بين درين وسورس للمقحل المصفات تساوي 44 ملي اوم، ثم احسب قيمه التوتر في دي اس الموافق لها. اذا هاي يا جماعه نبداو نجاوبوا. اذا كيف يسمى مقحل تي 2 وما هو دوره؟ وراه المقحل تي 2 جماعه زينا، اللي عنده مشكل في مقحل المصفات طريقه بسيطه جدا، واش يدير؟ يضغط على ايقونه رقم 2 في تطبيق جي 2020 ويروح يتفرج مقحل المصفات ويعاود يرجع. هذا كي ما يفهمش هنايا، اذا فهم هنايا صحيح هذا الفيديو يكفيك. اذا هنا نبداو. اذا هذا المقحل كما راكم تلاحظوا السهم راهو داخل، اذا هذا واش نسميه؟ نسميه مقحل مصفات ذو قناه ان. إذا هاي نكتب مع بعض. 87 تسمية المقحل تي 2، يسمى هذا المقحل مقحل موصفات بقناة ان. كي تلقى سهم داخل ورايح للكاشيت تاعو نسميه كانال ان، وكي نلقى سهم خارج من الكاشيت خارج من البوابة واش نسميه؟ مقحل بقناة بي. وحنا يا جماعة بما أنه ديما نخدموا بتوترات الموجبة ديما راح تلقاو هذه الأسئلة بزاف، تلقاو ديما المقحل تي 2 سهم داخل واليوم مقحل موصفات بقناة ان. السؤال اللي بعده سؤال 88، حساب شدة التيار اي دي هو تيار الخروج. جماعة المقحل المصفات يسمى أحادي القطبية، لماذا؟ لأنه دارة الدخول تمشي غير بتوترات فقط، يعني تمد لها توتر يولي مشبع، ما تمدش التوتر يكون مانع ما يخدمش التيارات، لأنه يحتوي في دارة الدخول ممانعة الملا النهاية، لمن يشبه يشبه المقارن، تمد له توتر يكون مشبع، ما تمدلوش التيار يكون مانع. لهذا نسميه مقحل المصفات نسميه أحادي القطبية، ومقحل الأنبياء نسميه ثنائي القطبية. علاش نسميه ثنائي القطبية؟ دارة الدخول تمشي بتيار وتوتر. إذا السؤال واش قالنا؟ قالنا احسب شدة التيار اي دي. إذا اي دي هو تيار الخروج، اذا ورا تيار اي دي نرسمه، هذا التيار اللي يمر عبر الوشيعه نسميه اي دي، اذا التيار اللي يمر عبر الوشيعه هو نفسه اللي يمر عبر المصفات. اذا يا جماعه كيقول لك احسب تيار اي دي ديما استخدم قانون الاروات، ولكن كمان نعطيك طريقه ابسط بلاك تساعدك. اذا واش ندير؟ اول حاجه نخرجوا التيار، ثاني حاجه نخرجوا الاستقطابيه، نخرجوا استقطابيه توتر الخروج، ونخرجوا استقطابيه تاع الوشيعه، ونخرجوا استقطابيه ما بين ترين والسورس. اذا واش نقولوا؟ توتر الخروج الاتجاه تاعو ديما يتبع التيار، في سي سي ديما يتبع التيار واللي تساوي 12 فولت، والباقي العناصر استقطابيه تاعها تكون عكس التيار. اذا هذه واش راح تكون؟ راح طالعه ونسميوها في ار كا 2، وهذا التوتر بين طرفي المقحل في دي اس راح يكون عكس التيار، اذا في دي اس. اذا يا جماعه بعد ما خرجنا التوترات واش نديروا؟ نديروا قانون الاروات. اذا قانون الاروات واش يقول لي؟ مجموع التوترات الدارة مغلقه ماذا يساوي؟ يساوي الصفر. اللي تمشي مع الاروه موجبه، واللي تكون عكس الاروه سالبه. انا درت الاروه تمشي مع في سي سي، اذا في سي سي وهذه عكسها ناقص في كا 2 ناقص في دي اس واش يساوي؟ صفر. من بعد يا جماعه واش نديروا؟ هو واش طلب منا؟ طلب منا تيار اي دي بتطبيق قانون الاوم، نخرجوا التيار بين طرفي الوشيعه، ونخرجوا التيار بين طرفي درين وسورس للمصفات. لماذا؟ لانه في دي اس ماذا يساوي؟ يساوي ا دي اس في اي دي، ماشي كما المقحل امبير. هاي نعوضوا قانون الاوم في ار كا ا، ونعوضوا قانون الاوم في في دي اس. اذا
ماذا يساوي؟ يساوي في سي سي ناقص في ار كا 2 هي اي دي. اذا في ار كا هو توتر بين طرفي الوشع، ماذا يساوي؟ يساوي التيار الذي يجتازها اللي هو اي دي في المقاومه الداخليه تاعها، هذه هي. ناقص في دي اس، ماذا تساوي في دي اس؟ تساوي اي دي في المقاومه الداخليه ار دي اس. من بعد يا جماعه واش راكم تلاحظوا؟ عندي اي دي هنا وعندي اي دي هنا، نخرجوا عامل مشترك. كي نخرجوا عامل مشترك اي دي وننقلوا في سي سي الطرف الثاني، اذا اي دي ماذا يساوي؟ يساوي في سي سي على مقاومه داخليه للوشيعه زائد مقاومه داخليه بين دي واس للمقحل موصفات، ومن بعدها نطبقوا عدديا. اذا في سي سي عطانا 12 فولت، ار كا ا عطانا 2 اوم، وار دي اس عطانا 44 ملي امبير. من بعد انتم واش تطبقوا؟ تساوي 12 على 2 زائد 0.044، هذه حولتها للاوم بوحده دوليه، وكي تحسبوها تلقاوها 5.87 امبير. جماعة اللي يلقى إشكالية في هذه الطريقة، كاينة طريقة بسيطة وهذه ثابتة. إذا تيار خروج إي دي ماذا يساوي؟ منو جاي كي يقول لك احسب إي دي، يدير هذا القانون. إي دي ماذا يساوي؟ يساوي توتر خروج اللي هو في سي سي على ار ايكيفالو للخروج، هذه دارة الخروج يا جماعة، هذه اللي جاية منا دارة الخروج، وهذه اللي جاية منا دارة الدخول. دارة الخروج ديما تلقاو فيها وشيعة واحدة. إذا اش يساوي إي دي؟ يساوي في سي سي على ار ايكيفالو خروج زائد ار دي اس. ونكي نروح نشوفوا ار ايكيفالو تاع الخروج، عندي وشيعة. إذا إي دي ماذا يساوي؟ يساوي في سي سي على مقاومة الوشيعة زائد ار دي اس في حالة اون، وحسب عادي. هذا بالنسبة للتيار تاع واش؟ اي دي. السؤال اللي بعده حساب في دي اس، وفي دي اس يا جماعة نحسبه كذلك بقانون اوم. في دي اس ماذا يساوي؟ يساوي اي دي في ار دي اس، نكتب مع بعض. إذا في دي اس ماذا يساوي؟ يساوي تيار اي دي في ار دي اس، من بعدها تيار اي دي لقيناه 5.87 امبير، وار دي اس طهانا في الوثائق الصانع. يا جماعه ار دي اس ديما ابحثوا عليها في الوثائق الصانع. واش تساوي؟ تساوي 5.87 في 0.044، وفي دي اس يساوي 0.25 فولت. هذا بالنسبه لسؤال رقم 88. هذه هي اسئله تاع المواصفات يا جماعه، يعني واش هو سؤال اللي قادر يعطيكم؟ يقول لك احسب في جي اس فقط. اذا في جي اس واش يساوي؟ هو نفسه في اس. اذا كي يقول لك احسب لي في جي اس تاع توتر الدخول، هو نفسه في اس. اذا كان في اس 0 فولت راح يكون 0 فولت، اذا كان في اس 12 فولت راح يكون 12 فولت، وبيكون مقحل مشبع ممرر، معناتها في اس يساوي 12. اذا في جي اس توتر هذا الدخول يساوي 12 فولت. سؤال 89، باستعانة بالسند 4 حدد المرجع المقحل المناسب للتشغيل. واش عطاكم؟ عطاكم هذا التركيب، وعطاكم مقحل مصفات كانال تي، وعطاكم ثلاث مناقحل كما المقحل الاول اي ار اف 510، اي ار اف 644، اي ار اف 610 بي. واش قالكم؟ قالكم شكون هو المقحل المناسب اللي نقدر نبدلو في هذا مقحل تي. جماعه كيف نختاروا مقاحل المصفات؟ كما المقاحل الثنائيه القطبيه امبين عندهم نفس الطريقه. اذا واش هي الاستراتيجيه اللي لازم نتبعها؟ اذا واش لازمنا؟ نكتبوا مع بعض. تحديد المرجع المقحل المناسب. اذا واش لازم لي؟ لازم لي حقق الشرطين. الشرط الاول لازم تحسب في دي اس بلوك تاع التركيب، ولازم تلقى اقل من في دي اس ماكس. جماعه ما تقلقوش درك نفهمه بالتفصيل. والشرط الثاني واش معناتها؟ هو لازم يتحقق الشرط الاول ويتحقق الشرط الثاني باش نقولوا مقحل راهو مناسب. اذا الشرط الثاني واش هو؟ اللي هو لازم تحسب تيار اي دي لازم يكون اقل من اي دي ماكس. اذا يا جماعه واش معناتها في دي اس بلوك واي دي؟ هذه القيم اللي لونتها لكم باللون الازرق هي مقادير التركيب اللي تحسبها نتايا. اما في دي اس ماكس واي دي ماكس اللي لونتها لكم باللون الاخضر هي مقادير الصانع، يعني نقارنوها بمقادير الصانع. ما تقلقوش يا جماعه، بسيطه، كل شيء بسيط، كل شيء سهل. دوك نحسبوها ونلقاوها سهله بسبوسه. كما هنا يا جماعه واش معناتها اي دي ماكس؟ كما راكم تلاحظوا هنا اي دي ا واش معناتها؟ التيار الاعظمي الذي يتحمله المصرف درين وحدته امبير. كما المقحل الاول يتحمل تيار 5.6 امبير، لو كان نزيد له غير 0.1 امبير 5.7 امبير يتلف. واش نقولوا؟ يتلف بسبب التيار العالي، معناتها ما احترمتش الوثائق الصانع، ما احترمتش التيار الاعظمي. اما في دي اس واش معناتها؟ التوتر بين دي واس الاعظمي الذي يتحمله مقحل. كما هذا المقحل ذو مرجع اي ار اف 510، التوتر الاعظمي الذي يتحمله 100، لو كان تعطي له 101 واش هيصالو؟ يتلف. اذا ما خير المقحل لازمنا نحترموا التيار ونحترموا التوتر تاع الوثائق الصانع. ها يا جماعه نحوسوا نحسبوا، اذا نحسبوا مقادير التركيب ونقارنهم بالوثائق الصانع. اذا في دي اس بلوك يا جماعه ماذا تساوي؟ بلا فلسفه، ديما تساوي توتر الخروج اللي مربوط بالوشيعه هذه. ديرين شوف تبع ديرين باش مربوط، مربوط بالتوتر اللي هو 12 فولت. اذا في دي اس بلوك ديما يساوي في سي سي، ويساوي هنا قد عطانا توتر بطاريه 12 فولت. هذا بالنسبه في دي اس بلوك. اما اي دي كما شفناها من قبل بسيطه جدا وحسبناها، اي دي ماذا تساوي؟ تساوي توتر الخروج على مقاومه المكافئه للخروج اللي هي كاينه وشيعه واحده ار كا ا زائد ار دي اس مقاومه بين دي واس، ومن بعد طبق عدديا. وار دي اس هذه يعطيها لك في وثائق صانع وشفناها من قبل وحسبناها. اذا اي دي ماذا تساوي؟ لقيناها 5.87 امبير.
الخير. من بعد نشوفوا شكون هو المقحل المناسب الاول ولا ثاني ولا ثالث. الاجابه هي المقحل الثاني. لماذا؟ ركز معايا مليح. التوتر هذا تاع التركيب 12 فولت وهنا يتحمل 250 فولت، اذا واش نقولوا مناسب نسبه التوتر. اما التيار هذا يتحمل تيار اعظمي 14 امبير وهنا تيار قد لقينا 587 امبير، اذا شكون هو المقحل المناسب اللي هو ذو المرجع اي ار اف 644. هاي نكتبوا. اذا بما انه في دي اس بلوك اقل من في دي اس ماكس، بما انه 12 فولت تاع التركيب اقل من 250 تاع المقحل اي ار اف 644، الشرط الاول نكتبوا عليه محقق وماذا؟ وايدي اللي حسبناه لقينا اقل من ايدي ماكس تاع الوثائق الصناعيه، لقينا باللي 5.87 اقل من 14، كذلك الشرط الثاني محقق. اذا شكون هو المقحل المناسب؟ اذا المقحل المناسب هو اي ار اف 644. اما المقحل الاول يتلف، علاه يتلف؟ يتلف بسبب التيار العالي، لان هذا يتحمل 5.6 والتيار هنا لقيناه 5.87، يتلف بسبب التيار العالي. والمقحل الاخير كذلك يتلف بسبب التيار العالي، هذا يتحمل 3.3 وهنا في التركيب مدينا له 5.87. هذا بالنسبه طريقة الاختيار مقاحل المصفات انطلاقا من الوثائق الصانع. نتمنى ان وصلتكم فكرة. سؤال رقم 90 في طابق 2، كيف يسمى طابق 2 وما هو دوره؟ نجيبوا الطابق هذا. كما كنت تلاحظوا هذا واش هو؟ مضخم صنف V، دفع وجذب، وظيفته تضخيم التيار، ولا نقول وظيفته تضخيم الاستطاعة. اذا جماعة اللي عندهم مشكل في مضخم صنف بي، خادمكم واحد فيديو ما شاء الله، واش ديروا؟ اضغطوا على رقم 3 يسار الشاشة في تطبيق جي 2020، راح يديكم واحد الفيديو ما شاء الله، راح تفهموا كل شيء بتفصيل، وبإذن الله ما تلقاوش إشكالية في المضخمات صنف بي. هيا يا جماعة نكملوا الإجابة تاعنا. نكتب مع بعض 90 تسمية الطابق رقم 2. واش نسميه؟ نسميه مضخم صنف بي دفع وجذب. علاه سمينا دفع وجذب؟ هذا مقحل امبيان تيار يروح القاعده وكانه يدفع القاعده، وهذا مقحل بي ام بي تيار يخرج من القاعده وكانه يجذب قاعده، على هذه نسميه دفع وجذب. اذا تي 3 امبيان وتي 4 اللي هو بي ام بي. اذا يا جماعه كيف تعرف باللي عطاك مضخم صنف بي؟ لازم تلقى مقحل امبيان وتلقى مقحل بي ام بي وتلقى الاشاره المراد تضخيمها وتلقى اشاره الخروج اللي انا حابين نضخموا لها الاستطاعه. كي تلقى هذو ربع الامور، اذا هذا اللي نسميه مضخم صنف بي، دفع وجذب، وظيفته تضخيم الاستطاعه. اذا نكتب مع بعض. اذا وش هو دوره؟ دوره التضخيم، تضخيم التيار صحيحه، تضخيم الاستطاعه صحيحه. روحوا السؤال 91، ما نوع المقحلين تي 3 وتي 4 ولماذا استعملنا مقحلين متكاملين متعاكسين؟ اذا يا جماعه لا درنا مقحل تي 3 وتي 4، اجابه بسيطه. لماذا؟ لانه اشاره مراد تضخيمها راح تكون فيها النوبه موجبه وفيها النوبه سالبه. المقحل ام بي مش راح يدير، راح يضخم غير النوبات الموجبه ويفوت النوبات الموجبه، ومقحل بي ام بي راح يضخم نوبات سالبه. جماعه كما مقحل ام بي تمدلو النوبه الموجبه يضخمها، النوبه السالبه ما يضخمهاش كما الديود، كما ديودو في الاستقطاب العكسي. هاي نكتب مع بعض. اذا نوع المقحلين تي 4 وتي 3، اذا نبداو بتي 3 بما انه السهم خارج من القاعده، اذا هذا المقحل واش نسميه؟ امبيان، وظيفته تضخيم نوبات الموجب. نكتب مع بعض تي 3 مقحل ثنائي القطبيه امبيان باسكو يخدم توتر التيار في دار الدخول. واش وظيفته؟ دوره تضخيم النوبات الموجبه فقط، وظيفته التمرير وتضخيم النوبات الموجبه. اما المقحل تي 4 السهم هذا كما كنت تلاحظ السهم رايح للقاعده، وين تلقاو سهم يروح للقاعده يسموه مقحل بي ام بي اللي يخدم في التوترات السالبه. اذا نكتب مع بعض تي 4 واش هو؟ هو مقحل ثنائي قطبيه بي ام بي، دوره واش هو؟ تمرير وتضخيم النوبات السالبه. هذا بالنسبه تي 3 وتي 4. سؤال 92، ما دور ثنائيتين دي 3 ودي 4؟ مرجع ثنائيتين دي 1 ودي 4 هو اي ان 4070. جماعة هذه لونوها باه نحتاجوها في الوثائق الصانع. اذا السؤال واش قال لكم؟ واش قال لكم؟ ما هو دور ثنائيتين دي 3 ودي 4؟ وراهم دي 3 ودي 4. جماعه لاحظوا معايا مليح، واش هي سلبيات المضخم صنف بي لو كان ما نديروش دي 3 ودي 4؟ واش نلاحظوا؟ نلاحظوا اشاره الخروج في صوت ماذا تساوي؟ تساوي في اونتري ناقص توترات العتبه للمقحل تي 3 وتي 4، ونلقاو اشاره ونلقاو اشاره الخروج مشوهه، نلقاها ناقصه بواحد التوتر صغير. واش هو متسبب فيه؟ توترات العتبه تاع المقحل ام بي ان وتوتر العتبه تاع المقحل بي ام بي. باه نخلصوا من توتر العتبه واش لازمنا؟ نزيبوا ديودات عندهم نفس التوتر للمقحلين تي 3 وتي 4 ويكونوا متعاكسين. اذا واش يولي؟ توتر العتبه تاع المقحل هذا يروح مع توتر العتبات تاع الديود، وتصبح اشاره في سورتي ماذا تساوي؟ تساوي في اون 3. اذا واش وظيفه دي 3 ودي 4؟ تخلص من التشوهات المتسبب فيها توترات العتبه لمقحل تي 3 وتي 4. نكتب مع بعض.
إذا واش واضح دي 3 ودي 4 إزالة التشوه على مستوى إشارة الخروج ولا إشارة الخارج بسبب توترات العتبة للمقاحل. إذا سبب التشوه هو توترات العتبة لمقحلين اللي هما NPN و PNB. هذا عنده VBU وهذا عنده ناقص VBU. روحوا للار 3 وار 4 جماعه واش وظيفتهم؟ هما يستقطبوا بهم المقاحل وفي نفس الوقت حمايه قاعده المقاحل. اذا دور المقاومه ار 3 واش وظيفتها؟ تحديد التيار لحمايه المقحل تي 3 وتساهم في الاستقطاب مقحل تي 3. والمقاومه 4 بنفس الطريقه تحديد التيار لحمايه المقحل تي 4 والاستقطابيه مقحل 4. والسي 2 يا جماعه هذه المكثفه علاه يزيدوها؟ لانه لو كان ما نديرش المكثفه هذا التيار مستمر وين راح يروح؟ راح يتسرب للتيار المتناوب وراح يتسرب للاشاره مراد تضخيمها. بما يصرناش المشكل لازم نجيبوا حجب نجيبوا عازل. شكون يخدم لي خدمه العازل اللي هو مكثفه سي 2؟ اذا واش نقولوا في هذه الحاله؟ دور المكثفه سي 2 واش هو؟ منع التسرب التيار التغذية هذا اللي جاء من في سي سي المستمرة إلى إشارة الدخول المتناوبة. روحوا سؤال رقم 93 باستعمال ملحق 13 استخرج توتر العتبة لثنائيتين دي 1 ودي 2 ثم اختار مقحلين مناسبة لتعويض تي 3 وتي 4. واش قلت لكم قبل؟ قلت لكم لون ريفيرونس تاع الديودات باه نخرجوا توترات العتبة. إذا عطاني هذا التركيب وعطاني هذا الديود. إذا ديود واش ريفيرونس تاعو؟ إي إن 4007 توتر الأعظم الذي يتحمله 1000 فولت لو كانت تمدلو أكثر من 1000 فولت يتلف، والتيار الأعظم الذي يتحمله 1 أمبير لو كانت تمدلو أكثر من 1 أمبير يتلف، وتوتر العتبة تاعو شو يساوي؟ يساوي 0.7. هذه كلمة مفتاحية نحتاجها باه نخيروا المقاحل. لازم مقحل واش يكون في بيو تاعو لازم يساوي 0.7. باه 0.7 مع 0.7 تروح وتولي إشارة خروج إشارة غير مشوهة. إذا هيا نجاوبوا. إذا هذه الدارة تاع الديودات وهذا الجدول تاع واش؟ جدول صانع تاع المقاحل. كما راكم تلاحظوا عطاني مقحل الأول بي إس 550 وبي سي 337 وبي سي 560 وبي سي 327. نبداو بالسؤال الأول نكتبوا. إذا حابين نشوفوا دي 3 ودي 4 واش هو توتر العتبة؟ إذا نكتب مع بعض استخراج توتر العتبة لثنائيتين دي 3 ودي 4 كما راكم تلاحظوا في 0 هي توتر العتبة والله يرمزوا له في تي اش واش يساوي 0.7. إذا توترات العتبة لثنائيتين هي 0.7. نكتب التوتر هو في 0 تاع الديود ماذا يساوي 0.7 فولت. بعد ما عرفت بلي أنه توتر العتبة 0.7 فولت لازم مقحل في بيو لازم يساوي 0.7 فولت باه يكون مقحل مناسب. إذا نكتب مع بعض المقحلين المناسبين للتعويض تي 3 وتي 4 واش هما جماعة؟ تي 3 وتي 4. إذا واش نشوفوا؟ نشوفوا توتر العتبة ونحوسوا على مقحل NPN ونحوسوا على مقحل BNB. مي واش هو الشاط؟ لازم في بيو تاعهم هذا يساوي 0.7 فولت وهذا يكون معكوس ناقص 0.7 فولت باسكو راهو PNP. إذا هنا نحوسوا عليهم. إذا شكون هو المقحل المناسب؟ المقحل المناسب في النوبة الموجبة هذا NPN. لماذا؟ لأنه توتر العتبة تاعو يساوي 0.7 ويساوي توتر العتبة الديود. إذا بي سي 337 مناسب، أما بي سي 550 غير مناسب. لماذا؟ لأنه توتر العتبة تاعو 0.6 فولت. لو كان نديرو هذا المقحل يبقى كاين تشوه يساوي 0.1 فولت، يبقى 0.1 فولت تشوه. إذا المقحل النوبات الموجبة هو بي سي 337، أما النوبات السالبة واش نخيرو؟ بي سي 560 ولا بي سي 327؟ هيا جاوبوني. شوف في زوج بي إم بي هذا توتر العتبة ناقص 0.6 فولت وهذا توتر العتبة تاعو ناقص 0.7 فولت. إذا واش لازم يكون؟ ناقص 0.7 فولت. إذا نكتبوا مع بعض المقحلين المناسبين اللي نعوضه بتي 3 لازم يكون ام بي ان اللي هو بي سي 337، اما مقحل تي 4 بما انه هو بي ام بي لازم نعوضه بي ام بي. واش هو الريفيرونس تاعو؟ بي سي 327. على خياتهم لازم توترات العتبه تاعهم تساوي توتر العتبه تاع الديودات. سؤال 94. سؤال 94 قال لك احسب قيمة العظمى لشدة التيار مر عبر الحمولة حيث ار تساوي 16 اوم. اذا نجيبوا هذا التركيب. إذا نكتبوا مع بعض حساب قيمة العظمى لشدة التيار مر عبر حمولة RL. إذا هذه عندي حمولة RL، هذا التيار اللي يمر عليها نسميه AC، والاستقطابية توتر راح تكون العكس. إذا VS باستخدام قانون أوم، VS ماذا يساوي؟ يساوي ES في المقاومة تاع الحمولة اللي هي RL، ومن بعد نخرجوا عبارة ES. إذا هنا نكتبوا مع بعض. إذا ES ماذا يساوي؟ بقانون أوم يساوي VS على RL،
واش طلب منا؟ طلب منا حساب القيمه العظمى لشده التيار عبر الحموله ارال. اذا واش يساوي؟ متى يصبح اي اس اعظمي؟ لما في صوتي تساوي في سي، توصل اكبر قيمه. اذا يكون التيار اعظمي عندما يكون في اس يساوي في سي. كي نعوضوا اي اس ماكس ماذا يساوي؟ يساوي في سي على ارال. في سي سي عندي 15 فولت، اذا واش يساوي 15 على 16؟ كي نحسبوها اي اس ماكس يساوي 0.9 امبير. هذه وقتها كيقول لك احسب التيار الاعظمي. سؤال 95، احسب الاستطاعه المستهلكه الاعظميه. هذا القانون الجمع لازم تحفظه. اذا حساب الاستطاعه المستهلكه الاعظمي، اول حاجه نكتبه عباره الاستطاعه الممتصه اللحظيه. اذا بي ا ماذا تساوي؟ تساوي 2 في سي سي في في صوتي على بي ار ال. هذا هو القانون تاعها. وبنفس الطريقة ماذا تكون الاستطاعة الممتصة الأعظمية لما في صوتي يساوي في سي سي؟ بنفس الطريقة نكتبه تكون الاستطاعة الأعظمية عندما في صوتي يساوي في سي سي. بعد عوض في القانون، إذا بي أ ماكس ماذا يساوي؟ 2 في سي سي في في سي سي على بي إر إل، واش تولي 2 في سي سي مربع على بي إر إل. ومن بعد هذه التطبيق عددي، كده تطبيق عدد تساوي 2 في 15 في 15 على بي في 16، واش تلقاو النتيجه؟ بي ا ماكس ماذا تساوي؟ 8.91 واط. هذا بالنسبه للاستطاعه الممتصه الاعظمي. كيقول لك اعظميه ديما في صوتي عوضها في سي سي، يعني اكبر قيمه يوصل لها التوتر هو في سي سي. روحوا سؤال 96، احسب الاستطاعه المفيده الاعظميه والمردود الاعظمي. الاستطاعه المفيده ثاني لازم تعرف القانون تاعها. اذا حساب الاستطاعة المفيدة الأعظمي، عندي الاستطاعة اللحظية ماذا تساوي المفيدة؟ بيو ماذا تساوي؟ تساوي في صوتي مربع على 2 ار ال. بنفس الطريقة ماذا متى تكون أعظمية؟ لما في صوتي يساوي في سي. نكتب مع بعض تكون الاستطاعة أعظمية عندما في صوتي يساوي في سي سي. من بعد واش نديرو؟ نعوضو. إذا بيو ماكس ماذا تساوي؟ تساوي في سي سي مربع على 2 ار ال. من بعد ديروا تطبيق عددي، تساوي 15 مربع على 2 في 16. كي تحسبوها بيو ماكس يساوي 7 واط. روحوا السؤال اللي بعده، سؤال 96، احسب الاستطاعه المفيده الاعظميه والمردود الاعظمي. حسبنا الاستطاعه المفيده، واش بقانا؟ بقانا المردود الاعظمي. اذا نكتب مع بعض حساب المردود الاعظمي. جماعه هذا القانون تستنتجوه بسيط جدا. اذا المردود ماذا يساوي؟ المخرج على المدخل، ويساوي الاستطاعه المفيده على الاستطاعه الممتصه. نكتب القانون، اذا المردود ماذا يساوي؟ الاستطاعه المفيده على الاستطاعه الممتصه. اذا وكي تعوضوا جماعه الاستطاعه المفيده بقانون تاعها بي ا بقانون تاعها، واش تلقاها؟ تلقاها بي في في صار تي على 4 في سي. جماعه هذا بالنسبه لقانون المردود، عندي الاستطاعه المفيده قانون تاعها وبي ا عندي قانون تاعها. عوضوا القانون الاول والقانون الثاني، حيخرج لكم هذا القانون الجديد. اذا المردود تاع المدخل سين بي ديما واش يساوي؟ بي في في صار تي على 4 في سي سي. من بعدها واش طلب منا؟ طلب منا حساب المردود الاعظمي. يكون المردود الاعظمي عندما يكون في صوتي يساوي في سي سي. نعوضوا في صوتي، نعوضها في سي سي. اذا المردود ماذا يساوي ماكس؟ يساوي هذه عوضها في سي سي، في سي سي مع في سي سي تروح، تبقى لي بي على 4. اذا المردود تاع المدخل 50 بي الاعظمي ديما واش يساوي؟ بي على 4، يساوي 0.785. وكي نحسبوا بالنسبي واش راح نلقاه بالنسبه المئويه؟ راح نلقاه 78.5%. اذا ميو ماكس يساوي 78.5%. هذا بالنسبه للمردود الاعظمي. روحوا لي بعد يا جماعه تركيب جديد. دار التحكم في الرافعه سي باستخدام الميكرو مراقب بيك 16F84 شكل 17 الصفحه 7. سؤال 97، ما دور الطابقين 3 و4؟ اذا عندي هذا هو الميكرو مراقب، عنده المداخل وعنده المخارج، عنده دارة التهيئة وعنده دارة الإشارة الساعة، وهنا هذو الأقطاب يتحكموا في المنفذات المتصدرة. جماعة زينة اللي عنده مشكل في الميكرو مراقب يضغط على رقم 4 يسار الشاشة في تطبيق جي 2020 أثناء مشاهدتهم لهذا الفيديو. هيا التلاميذ الأعزاء نرجع للمثال تاعنا. أول سؤال 97، ما دور طابقين 3 و4؟ إذا نكتب مع بعض دور طابقين 3 و4. إذا نبدأ بطابق 3 وراه طابق 3، طابق رقم 3 كما كنت تلاحظوا هذا هو الطابق رقم 3. لو كان نشوفوا هذا السلك ونتبعوه، وين راح هذا السلك؟ راح ام كلير، معناتها قطب التهيئه. اذا هذا الطابق شو نسميه؟ نسميه طابق التهيئه. وبما انه فيه خليه اسي وفيه الضاغطه، معناتها قد عندي طريقه التهيئه؟ عندي طريقتين. الطريقه الاولى A6 مع السي 4 ونسميها تهيئه الاليه عن طريق شحن المكثفه في اللحظه الابتدائيه، يكون التوتر تاعها صفر وتهيئ الميكرو مراقب في اللحظه الابتدائيه. والتهيئه الثانيه عن طريق A6 والضاغطه بوطو بوسوار. إذا في هذه الحالة واش نسميوها؟ تهيئة اليدوية بتدخل إنسان. إذا هذا واش نسميوه؟ طابق التهيئة. إرسي هي تهيئة الآلية، والمقاومة مع الضاغطة تسمى تهيئة اليدوية بتدخل إنسان. نكتب مع بعض. إذا طابق الثالث هو طابق التهيئة. R6 مع دي سي إيكغريك نسميوها تهيئة يدوية بتدخل إنسان. و R6 مع سي 4 المكثفة ولا نسميوها خلية إرسي مع بعضها، واش نسميوها؟ تهيئة الآلية.
اللي بعدها طابق رقم 4 يا جماعه، اسمحوا لي هذا طابق رقم 4. كما كنت لاحظوا طابق رقم 4 فيه كوارتز ومكثفتين سي 5 وسي 6، هذا نسميه طابق توليد إشارة ساعة مدى المتوسط كوارتز 4 ميجا هاتس. إذا نكتب مع بعض طابق إشارة ساعة خارجية باستخدام كوارتز. سؤال 98، كيف يسمى المقحل تي 6 وما هو دوره؟ هذا هو المقحل 6، كما كنت تلاحظوا مقحلين مركبان مع بعض من نفس الطبيعة MPN MPN. إذا هذا المقحل نسميه مقحل دارلينتون. وش هي الحاجة المميزة فيه؟ إذا حاجة مميزة فيه أنه معامل التضخيم تاعه كبير جدا. لماذا؟ لأنه معامل التضخيم الكليوش يساوي بطة تاع المقحل الأول في بطة تاع المقحل الثاني، على هذه معامل التضخيم تاعه كبير جدا. إذا يا جماعة اللي عنده مشكل في مقحل دارلينتون يضغط على رقم 5 يسار الشاشة في تطبيق جي 2020. هيا نكملوا الإجابة تاعنا. كيف يسمى مقحل تي 6 وما هو دوره؟ إذا إجابة بسيطة، يسمى بمقحل دارلينتون ثنائي القطبية. على ثنائي القطبية دار تدخل تمشي بتيار وتوتر كما الأمبير نفسه، إنما حاجة مميزة فيها أنه معامل التضخيم تاعه كبير جدا. إذا من نوع MPN باسكو مقحل الأول MPN والثاني MPN، إذا نسميه مقحل دارلينتون ثنائي القطبية الطبية MPN. سؤال 99، أحسب معامل التضخيم في التيار بطة 6 لمقحل تي إذا كان لمقحلين المكونين له نفس المعامل التضخيم حيث بطة لكل مقحل تساوي 100. كما قلت لكم مقحل دارلينتون يمتاز بمعامل تضخيم جدا، معامل تضخيم الكلي ماذا يساوي؟ يساوي بطة 1 في بطة 2 تاع مقحل الثاني. نكتب مع بعض حساب معامل تضخيم. إذا البطة الكلي ماذا يساوي؟ يساوي بطة 1 في بطة 2. يا جماعة اسمحوا لي نورمال نكتب بطة 6 كما سماها لي هو. إذا البطة الكلي ماذا يساوي؟ يساوي 100%. إذا البطة الكلي وش يساوي؟ يساوي 10000. كما كنت تلاحظوا معامل التضخيم يضخم التيار إي سي 10000 مرة بنسبة إي بي. إذا إي سي وش يساوي؟ يساوي 10000 في إي بي. إذا وش هي حاجة مميزة في مقحل دارلينتون؟ معامل تضخيم كبير جدا. وقاعد يجيكم السؤال وش يقول لكم؟ احسب توتر العتبة تاع مقحل دارلينتون. إذا توتر العتبة تاع مقحل دارلينتون في بي يو الكلي ماذا يساوي؟ يساوي في بي يو تاع المقحل الأول زائد في بي يو تاع المقحل الثاني. إذا عطاك توتر العتبة المقحل الأول 0.7، إذا وش يساوي؟ 0.7 زائد 0.7 ويساوي 1.4 فولت. إذا توتر العتبة تاع المقحل دارلينتون كذلك راح تلقاه كبير لأنه قد فيه المقحل فيه زوج، معناتها كاين زوج توترات عتبة. وانا جماعة كملنا حصة رقم 9 وموقع عليا نقولكم غير سلام.